للمباراة من فيفا على نينتندو سويتش. لقاء كبير منتظر لنادي ويست هام يونايتد أمام نادي بلو مون مانشستر سيتي. فريق ويست هام الهامرز المطارق، واحد من أعرق الأندية الإنجليزية، الفريق اللي تأسس في 1895 ويتواجد أيضا شرق العاصمة لندن، لذلك دائما ما نشاهده في ديربيات لندنية كثيرة مع فرق لندن الأخرى. تقام مباراة اليوم في قلب العاصمة الإنجليزية لندن، وبالتحديد في الملعب الأولمبي في لندن، واحد من أهم الملاعب الحديثة في إنجلترا وواحد من أكبرها بكل تأكيد، واللي يتسع لتقريبا 60,000 متفرج. وكما تعلمون نجح فريق الهامرز ويست هام في منتصف 2013 بالفوز بحق استئجارهم والانتفاع به لمدة 99 عاما، ملعب يناسب المناسبات الكبيرة والمباريات المثيرة، واليوم لا يختلف الأمر كثيرا. المباراة من عند السيتيزنز، برناردو سيلفا، تغطية ضعيفة من المدافع والكرة في مكان مناسب بعد الكرة العرضية. تدخل ممتاز الكرة، وبالتالي تتحول الكرة إلى رمية تماس. رودريجو، كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. كرة بشكل سليم، فريق يستعيد الكرة في نص الملعب. توقيت ممتاز في التدخل، ابعاد الخطورة في هذه اللحظات. تماس لصالح مانشستر سيتي. كيفن دي بروين، جاك جريليش، ممتاز الكرة العرضية. شوف التعامل، شوف ابعاد الكرة عن الفريق. الحارس يخرج بنجاح ويمسك بالكرة. جابريل جيسوس يضرب الآن، تصويبه كانت بحاجة المزيد من الدقة والتركيز. اعترض للكرة، يستعيد الكرة في وسط الملعب. بابلو فورناس، اوه ضغط متقدم وافتكاك الكرة في المقدمة. تسديدة يا رب، والكرة إلى خارج الملعب. ضربة ركنية، تدخل بشكل سليم. شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. رودريجو بيلعب الكرة، إيقاف ممتاز للكرة من الحارس. كرة إلى خارج الملعب والحكم يحتسبها ركنية. رودريجو رياض محرز، إصرار كبير في استعادة الكرة بشكل ممتاز. جواو كاسيليو، رودريجو، فرصة لإرسال كرة في الشباك. تدخل ممتاز من المدافع، يبعد الكرة العرضية. ميخائيل أنطونيو، تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. جابريل جيسوس، جاك جريليش،
تحت السباق خطا على مانشستر سيتي. ميخائيل أنطونيو انسجام كبير بين اللاعبين حافظين بعض متحكمين في أرضية الملعب تجانس كبير تفاهم كبير قدرة كبيرة إمكانيات الآن للاعبين لكن أيضا المنافس صاحب يوقف الهجمة رمية تمام في مصلحة السيتيزنز جون ستونز كيفن دي بروين رياض محرز تدخل بشكل سليم شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة بابلو فورناس الكرة تعود لمانشستر سيتي كابيل جيسوس شجاعة كبيرة من الدفاع يتصدى للكرة تمام في صالح مانشستر سيتي جاك غريليش الله على العرضية بيرسل الكرة كرة بعيدة بالخطأ تخرج من فوق المرمى مرور بشكل رياض محرز ومحط رياض محرز يا رب القام يتقمص ثور حارس المرمى ويتصدى لهذه الكرة كرة إلى خارج الملعب بين التماس القام يقف لها بالمرصاد ويمنع هدف من التسجيل لم يكن محظوظا بالمرة في هذه اللقطة كرة تتجاوز الخط في المباراة رمية التماس يلعب بشكل سريع أنتر ماسواكو رياض محرز يا سلام على العرضية حارس المرمى بيسيطر عليه بكل هدوء برناردو سيلفا ينطلق بالكرة يتقدم فيها فرصة للتقدم وانتفعت الخطورة الشوط الأول ينتهي 0-0 الشوط الأول ينتهي بتعادل سلبي المباراة كانت في اتجاه واحد كانت على مرمى واحد لكن النتيجة لا تعكس هذه السيطرة بسبب عدم استغلال الفرص وترجمة كل هذه المحاولات إلى أهداف نعود للملعب الأولمبي بلندن وبداية الشوط الثاني اعتراض للكرة شوف الكرة مقطوعة صراع بدني في اللقطة رودريكو حطها في مكان يا لعيب يا لعيب الكرة في المرمى أي لعبة أي نهاية هدف في منتهى الروعة هدف ملعوب جاء من لاعب جماعي مميز تبدأ المباراة بعد شوط أول سلبي نشاهد الهدف الأول كيفن دي بروين جون ستونز جواو كاسيلو كيفن دي بروين تغيير اللعب على الطرف والاعتماد على الطرف رمية تمام في مصلحة السيتيزنز نشوف الهدف مرة ثانية نشوف الاستغلال الكيفية الأريحية في نهاية الكرة في الشباك كيفن دي بروين لاعب السيتي يستعد لدخول أرضية الملعب رياض محرز تسويبه
يخط مستحيل مان سيتي يسجل. يا لجمال هذه الإعادة، شوفوا الضربة الرأسية، شوفوا التصويب اللي تمتعت بالقوة والدقة، كانت صعبة جدا على الحارس. اعترض الكرة، يستعيد الكرة في وسط الملعب. جابريل جيسوس، وقت التغيير الآن للفريق المستضيف، واضح المدرب اتخذ قراره. يبدو بأن السيتي سيقوم بتبديل في الدقائق المقبلة. الله على التصدي. كيفن دي بروين، تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. إلكاي غوندوغان، صفرة الحكم، فاول على مانشستر سيتي. انذار على لاعب السيتي الآن عليه بأن يكون أكثر حذرا. واضحنا دقائق تدخل المدربين، نشاهد الأوراق الآن في نفس التوقيت. كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر، كرة رأسية لكن خارج المرمى. شوفوا وصل الكرة لكن فشل في التوجيه في اللحظة الأخيرة. فعلا كانت كرة عرضية متقنة أمام المرمى لكن زميله يفشل في نهايتها لتمر بجانب المرمى. فرصة محققة من كرة رأسية يضعها جانبية، لكن كرة عرضية رائعة من الأطراف. مدرب الفريق المستضيف يبحث عن حلول جديدة من دكة البدلاء. لاعب السيتي يستعد للدخول لأرضية الملعب. لانسيني تصرف فيه الكثير من الأنانية، يعني الكرة كانت في زاوية صعبة جدا ومع ذلك اختار انه يسدد بدل من ارسال الكرة الى الزملاء. من المباراة زينشينكو، جاك فيليش، تبعد الكرة، تحرك ممتاز من اللاعب، قرا اللعبة، الكرة الماضية بيقطع بشكل سليم. تدخل سليم في اللقطة، بيخلص الكرة، بيبعد الخطورة. جاك فيليش، حارس يسيطر على هذه الكرة بدون أي مشاكل. اللاعب يسيطر على الكرة بشكل سليم بالرغم من الضغط الأمن جانب الفريق الخصم. توقيت ممتاز في التدخل، ابعاد الخطورة في هذه اللحظات. إلكاي غوندوغان، أوغبونا، رمي التماس الآن بدون إضاعة الوقت، تلعب رمي التماس. أوغبونا، 7 دقائق على نهاية هذه المباراة. صراع قوي لافتكاك الكره.
عقلية ممتازة في قطع الكرة. اعتراض فهو لمصلحة السيتيزنز. أوكبونا دقيقتين يحتسبهم حكم المباراة كوقت مضاف. ابعد الخطورة عن منطقته. مانويل لانزيني هدفين نظيفين في مباراة اليوم للفائز مع نهاية اللقاء.